تحية طيبة لكم مشاهدينا، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من خدمتكم على أثير إذاعة أمواج وقناة أوغريت. حلقة اليوم مخصصة للحديث عن واقع الرقابة على المهن والأغذية والأملاك العامة. تابعونا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد، يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة المهندس الأستاذ كينان سعيد، مدير الشؤون الصحية والمهن في مجلس مدينة اللاذقية. أهلا وسهلا بكم. نرحب أيضا بالمهندس الأستاذ قصي قعقع، رئيس دائرة مراقبة الأملاك العامة في مجلس مدينة اللاذقية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. بداية أستاذ كينان، ما هي آلية الرقابة على الأغذية والمهن، وكيف تكون الجولات المخصصة لذلك؟ تم تقسيم المدينة لست قطاعات، كل قطاع بيحوي 2 مراقبة. يتم إجراء الكشف بشكل يومي على المحلات الغذائية، مطاعم، محلات ساندويش، وجبات سريعة، حلويات، محلات السوبر ماركت، وأي شيء له علاقة بالأغذية، عصائر إلى آخره. يتم الكشف من قبل المراقب الصحي هاي المحلات، تأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية العامة والاهتمام بالنظافة، تأكد من نوعية المواد المقدمة، صلاحيتها للاستهلاك البشري، أو تأكد من تاريخ الصلاحية للمواد المختومة اللي ممكن يكون إلى تاريخ صلاحية. تمام. أيضا أستاذ قصي، يعني الجولات الخاصة بدائرة مراقبة الأملاك العامة، إذا كان على الأرصفة أو الطرق، الأملاك العامة بشكل عام كيف عم تكون؟ نحن مثل ما بتعرف وحكينا من شوي أنه نحن شعبتين، شعبة رخص وشعبة إشغالات. شعبة الرخص مقطعين البلد ل 13 قطاع، كل قطاع عندي مراقبين، هالمراقبين مهمتهم هن ضبط إشغالات المحلات وتنظيم الضبوط اللازمة والإنذارات ومخالفتهم في حال عدم الالتزام. المحلات والبسطات اللي ما مرتبطة بمحل، البسطات نحن بتعرف انه تم الغاء جميع الموافقات بالتراخيص البسطات الا للاكشاك الشهداء وذوي الجرحى. فنحن ما عندنا انه بسطه مرخصه وهيك، كله تابع للشهداء. البسطات الموجوده هون اختصاص الاشغالات، اشغال الرصيف واشغال الملك العام من زفت وشوارع، فهي عندي شعبه الاشغالات تطلع فورا اذا رخصه تابعه للشهداء وذوي الجرحى، هدول ضبطهم عن طريق شعبة الرسوم، ضبط إشغالاتهم. أما بالنسبة للإشغالات هن عبارة عن الإشغالات الغير مرخصة واللي ما تابع على أي محل، مثل بسطات، مثل عربيات غير مرخصة، مثل ناس بتجي بتحط على الأرصفة بتبيع بدون ما بيكونوا تابعين لمحل، هدول فورا الإشغالات. دوريات يومية مع شرطة وعمال عندي وسيارات إن شاء الله بيطلعوا بيشيلوا كل شيء وهن ماشيين. بس شو بتكون المخالفة في حال وجود هيك حالات، إذا كان على عرباية أو على الرصيف؟ مصادرة وإدخال المستودع بس. فقط مصادرة، ما في مخالفة أو غرامة أو ضبط؟ شعبة الإشغالات ما بتخالف، مصادرات وضمن ضبط شرطة. تصادر كامل الكمية؟ لا، كان جوا على المستودع. أما بالنسبة لشعبة الرسوم، أول شيء بتعرف أنت يعني المحلات أحيانا بيحطوا قدام محلهم، نحن علينا مراقبين أن ينذروا أول مرة، إنذار ما التزموا فورا مخالفة، ما التزموا آخر شيء اقتراح بالتشميع. وفيه بيرخص قدام محله؟ طبعا، عن قانون المالي الجديد. بالقانون المالي فيه بيرخص؟ طبعا، نعطيهم 40% من عرض الرصيف بحيث لا يعيق المارة إذا الرصيف كبير. إذا رصيف صغير كتير مثل في متر إنه نعطيه 40 نترك 60 ما عم نقدر نوفره. 40 سنتي صعب، ما عم نقدر، بيعيق المارة، بيعيق طبعا. تمام. أستاذ كينان، بالنسبة لكم المخالفات شو أنواعها؟ شو المخالفات اللي بتعملوها لأي حدا بيخالف الشروط الصحية أو اشتراطات المهن؟ لعنا بداية مخالفة الشروط الصحية مثلا لمحل مطعم أو شيء ما عنده مدخنة. عندنا مخالفة ضبط مواد فاسدة أو منتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك البشري. عندنا ضبط مخالفة عدم وجود بطاقات صحية للعمال. عندنا ضبط مخالفة عدم الاهتمام بالنظافة أو قذارة المكان. ضبط مخالفة وجود حشرات. ضبط مخالفة تعريض المنتجات مثلا
للهواء الخارجي ما وضع ضمن برادات أو ضمن أوعية مغطاة، وإذا كانت مكشوفة خارج المحل تماما كمان ما هي فيها ضبط مخالف. وعندنا ضبط يعني الأنواع كبيرة، عندنا ضبط مخالفة مثلا لمواد مجهولة المصدر، هي بتم بالتنسيق مع مديرية التجارة الداخلية. نعم. وضبط مخالفة المحل إذا عم يزاول مهني دون ترخيص. عم تتراوح المخالفة بين حد أدنى وأعلى كغرامة؟ هلأ القانون المالي الجديد، القانون المالي الجديد صار الحد الأدنى 20,000، الحد الأعلى 50,000. تراوح الغرامات تم تقسيمها حسب المناطق بالمدينة بين 20,000 و50,000 للمخالفة الواحدة. يعني إذا ضبط أكثر مخالفة بالمحل بيتطبق عليها مثلا مخالفتين ثلاثة. في بعض المخالفات فيها إغلاق مباشر، مثلا ضبط مواد فاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري تم إغلاق المحل مباشرة وتلافي المواد الفاسدة وإحالة المخالف على القضاء. طيب في معنى اتصال من السيد أبو أحمد، تفضل. أهلا وسهلا، يعطيكم العافية. الله يعافيك. استنى شوي حتى مشي الحال. والله أهلا وسهلا فيك، تفضل. أول شيء بنرحب فيك أستاذ مازن، على طول بتسلمنا قلبنا مثل ما بقول بالعامية، هذا واجب. بنحب نتشكر والله، يعني ملاحظين اليوم الأسواق عم تتناسب الوضع الاقتصادي، ويمكن رئيس الشعب الجديد القعقاع قصي أو هيك شيء، يعني كان في تجاوب كثير، هذا شيء كويس انه عم يصير اتفاق بين المسؤولين والوضع الاقتصادي اللي عم نعيشه. نعم. وحتى بدنا هيك كمان نقول له للاستاذ يعني شوي هيك خفت الفوتات والطلعات، ومتذكر عم يعملوا بطاقات رسميه. نعم. يمكن المهندس تبع الصحه. نعم. يعني من قبل فتره كانوا يدخلوا على المحلات وعلى يعني هيك من نوع الاستفزاز للمواطن. نعم. اليوم عم نشوف في التزام يمكن باشراف مباشره من البلديه ومع رؤساء الشعب، يعني بحب نتشكره والله بصراحه. تمام. يعني في نقله نوعيه. تمام. في اي استفسار بتحب؟ لا والله بس دلوقتي. يعني في ضبط الاسعار، يمكن هي شغله بتتعلق بجهه ثانيه، يعني شوي بنشوف مديريه التجاره الداخليه وحمايه كل محل شكل، مثلا بنشوف الصابونه هون ب 1200، محل ثاني 1300، 1400، علبه اللبن 2500، محلات 2300 نفس النوعيه، حتى في جبنه نيو بارك 2500 وبمحلات 2300. تمام. هلا اليوم مو موضوعنا الاسعار، اكيد نحن بنتناوله بحلقه قادمه. اهلا وسهلا. متشكرك استاذ مازن. اهلا وسهلا، واجب. مشاهدينا بنتابع الان استطلاع للزميله شيرين عارف عن واقع الاسواق وراجعين. المواد الموجوده عم تنباع على الرصيف، عندك ثقه فيها؟ هلا في مواد الغذائية مثلا ما واحد ما له ثقة فيها، مثلا المعلبات هيدي ما كتير مضمونة، أما خضرة أو باقي الشغلات هيدي واضحة مبينة. يعني برأيك في رقابة على هيدي المواد اللي عم تنباع؟ والله بدك الصراحة ما في مراقبة على شيء نهائيا، إذا بدك الصراحة يعني لا محلات ولا سوق ولا شيء أبدا أبدا. والله عم ناخذها من القلة بيني وبينك، يعني غصبا عننا، عرفتك إيه؟ فمشان هيك يعني منتج عم ناخذه ما في لا رقابة ولا حسيب ولا رقيب يعني. لا اكيد بضايقوا كل التراث والارصفه كلها مبسوطه، يعني بسطات، يعني ما في مجال للواحد بيمرق من الشارع. الشيء المغطى غير المكشوف؟ لا ما عم ندور على الثقه، عم ندور على الجيبه، على الشيء اللي ممكن يعيشنا ونكمل لاخر الشهر، فعم ندور على الارخص. بس اللي صاير انه المنتجات اللي على الرصيف هي نفسها اللي بالمحل، نفس السلعه ونفس السعر، ما عم نلاقي فرق، فغالبا عم ندور على الارخص، ما عم ندور لا على الجوده ولا عم ندور لناكل. برايك في رقابه عليها من البلديه؟ لا، ليش في رقابه من البلديه على المحلات؟ في رقابه من التموين على المحلات؟ ليك المحلات كل واحد سعر شكل ونفس البضاعه، وين الرقابه؟ لا على المحلات ولا اللي على الرصيف. طيب هلا اذا نزلنا على الشارع فينا عم نمشي بالشارع، ليك الجوار، ليك السيارات على الصفين، على شو بدنا نحكي؟ لا اذا مشينا بالشارع خالصين، ولازم مشينا على الرصيف خالصين، مو المنتجات اللي عم تضايقنا. هالسيارات اللي صافين على الصفين هون هي ما عم تضايقنا، مسموح فيها، يجي المرور ويشوفها. لا الرصيف طبعا هاي المنتجات انا بالتاكيد مالي ثقه فيها، انا ثقتي الموجوده بالصالات وضمن المؤسسات الطبيعيه. للاسف الشديد يعني الرقابه ضعيفه، يعني فشلون حتى الاسعار عم تتفاوت ما بين محل واخر يعني. اكيد لا، اكيد لا، لانه في شغلات ايام ما بتكون خالصه صلاحيتها، وحتى ما بعرف بضاعة بتكون معباية تعباية، الشامبويات والمنظفات بيعبوها تعباية، يعني الغش الحمد لله غير شكل صاير.
هي ما في رقابة، الحمد لله ما في رقابة أبداً أبداً، يعني ما عم نشوف رقابة أبداً أبداً، والأسعار ما شاء الله غير شكل، يعني كل واحد على كيفه عم يبيع بدون رقابة الحمد لله. نهائياً لا بتعفي من مصدره، لذلك ما عندك ثقة فيها، فتي على محل بتعاقب، أما هذا بائع بيهرب بيبدل بيغير، ما في أي ثقة فيه. هلا اغلب الخضروات هي بالفعل عم تكون طازجه وكويسه، بس بعض المنتجات بالفعل نحن لازم ننتبه على تاريخ صلاحيتها، تاريخ الجوده، منين مصدرها، هي النقاط هي بالفعل هي مهمه للمستهلك، ولازم يكون بالفعل في عمليه ضبط لهي الحالات اذا كان في حالات غش او اي حالات ثانيه. بالنهايه بالفعل انه هي المنتجات هي عم تكون للمستهلك محدود الدخل، واذا كانت بالفعل ما أنا موجودة بجزء كانت عم تعاني من المشكلة، بس لازم يكون ضبطها بأسلوب جيد. هلا ثلاث أرباع من المعونات اللي عم ياخذوها، عرفتي علي كيف؟ يعني مضطراي لأنه بدها تكون أرخص من السوق أو من المحل، فمضطراي إني آخذها. ما عم لاقي لا رقابة ولا شيء. لا ما عندي ثقة، ممكن تكون خاصة مديتها ما إلى تاريخ صلاحي، ما فيني آخذ شيء من الرصيف أنا لها، ما فيني، أنا بتفضل آخذ شيء يكون قدامي ويكون له تاريخ مدي وأعرف إنه ما هلا هون على الرصيف ما يعني ما تاخذي شيء مثل كأنك ما تاخذي سمك بالبحر، ما بتعرفي يعني ما له تاريخ. هلا مثلا هلا هون مادة البلح المعروضة هون معروف من مصدرها من منتجها وكشف، ما إلي أنا ثقة. هلا أنا ما شايف لا في لا رقبة ولا شايف شيء أنا قدامي، هون مشان لا شايف حدا ولا شيء، لو في رقبة ما كانوا هيك صافين بهالشارع. يعني هيك حسب حاجة المواطن، لأني الفقير إجباري بده يشتريها، مضطر يعني يشتريها، في نسبة منيحة 50% في ثقة إنه تشتريها لخالصة صلاحيتها. أحيانا بيضطر الواحد بهالظروف اللي نحن فيها بنضطر أحيانا نشتريها. برأيك في رقابة على هاي المواد؟ لا والله ما أنا مضمونة، ما حدا بيعرف شو في بداخلها، ولا حدا سائل عن شيء، تاركين المواطن يعيش هيك على كيفه. المواد الموجودة هون ثلاث أرباع مجرسمة، بيحطوها على الرصيف وتدل ذلك السمنة. المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام، لكن شو دفعنا للاستخدامها؟ القحاجة والقلي ما فينا نشتري الصالح للاستخدام. وين الرقابة هذه؟ وين بيصرفوها للرقابة يعني؟ والله ما نخرج، بس مضطرين نشتريها لأنه أرخص من محلات. في رقابة بس على ناس وناس. مواد هاي معرضة للشمس للبرد، حرام واحد يشتريها. مرحبا. هلا. شو عم بتبيع؟ سمك. كيف البيع؟ الحمد لله رب العالمين، مستورة الحال الحمد لله رب العالمين. في إقبال الناس؟ منيح، بس اليوم صاروا شوي غالي السمك، بتخف عرفتي كيف؟ يعني الكيلو بـ10 11، العالم 6 7 5 أقصى حد مقبول. بنباع أكتر. والله الحمد لله، بس نص على نص يعني. لا والله نهائيا. يعني هالأسبوع هذاك الأسبوع أفضل من الأسبوع. لا في حركة الحمد لله رب العالمين. إيه في. ماشي الحال الحمد لله. في إقبال منا. في هاي الحمد لله. شو عم تبيع؟ منظفات. كيف البيع؟ ماشي الحال الحمد لله. في إقبال منا. حسب منه ويتقبل منه لا. شو عم تبيع؟ مواد غذائية. يعني شي مونة إله دخل بالمونة، دبس زيت ونعطون هيك شغلات زيت. كيف إقبال الناس؟ هلا والله أحيانا يعني مد وجزر، أحيانا بتشوفي في إقبال وأحيانا ما كتير يعني، بس لما بيكون في إقبال أكيد بداية الشهر في إقبال وتمام الأمور منيحة، بعدين بس صرنا بنص الشهر بتخف الحركة. هذا عداك يعني المواسم، يعني لأن موسم الزيتون بشوفي العالم لسه عم تمون، بس ما مثل أيام زمان. لا ما مثل يعني زمان، يعني اللي كان مول 200 كيلو صار عم موله 20 كيلو 15 كيلو. من جديد طبعا أساتذة، نحن رأي المواطن كثير بنحترمه وأكيد أنتم معنا، يعني الناس اللي أجرى الفريق الميداني اللقاءات معهم يعني الثقة ضعيفة برقابة أجهزة الأجهزة الخاصة بالمؤسسات الحكومية على الأغذية وعلى غيرها، على مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك البلدية وأي جهة معنية بالرقابة. بلش من عندك أستاذ كينان، في أسواق وصلتنا شكاوى عنا، طلع الفريق الميداني ليرصد أنه ليش الناس عم تشتكي.
هلا بيهمنا دوركم بالجانب يتعلق بالشؤون الصحيه، دوركم بالرقابه على هي البسطات اللي فيها اغذيه مكشوفه واغذيه مجهوله المصدر، يعني لاحظنا تنك للسمنه مكشوفه، لاحظنا اغذيه ما بنعرف هي معبئه ولا هي او في عنا نوعيه ثانيه من المنظفات غير الاغذيه هي معبئه بشكل صح او معبئه بشكل غير قانوني. كيف بتتابعوا موضوع اشغالات الارصفه والاغذيه الموجوده عليها او باقي المواد الاساسيه؟ المواد الموجوده خارج المحلات استاذ مازن هي ما فينا نعمل فيها شيء الا مصادرتها بالتعاون مع دائره مراقبه. انتم ما بتاخذوا تراقبوها او تحللوها او غيره؟ هلا اكيد بالتعاون مع مدير التجاره الداخليه، بس هي مواد مكشوفه يعني واضحه فهي مخالفه حكما، يعني هي اكيد ما في داعي تحللوها، هي صالحه للسلاك البشري ما نسيها، بس مجرد وجودها انه مكشوفه فهي بدها تكون مخالفه، فنحن عم ننسق مع دائره المراقبه دائما عم نصادرها وعم يتم مصادرتها. تمام. يعني شارع بفرس حمداني اكثر من 3-4 مرات هاي السمنه انشالت وتصادرت عم يرجعوا يجيبوها، فنحن الحل دائما هيك مصادرتها، ما عندنا شيء ثاني الا ممكن المرات القادمه ندخل مديريه التجاره الداخليه معنا نعمل دوري مشتركه بيننا وبين التجارة الداخلية والمراقبة الأملاك ونعمل لهم ضبط حالي على القضاء بعد المصادرة. طبعا طالما في شكاوي من أهالينا بالمحافظة على بعض الأسواق ومن السوق اللي تم رصده، نتمنى يكون في حملة كبيرة تروح على هاي المناطق هاي، وأي مخالفة بالقانون تتعالج بحيث لا يتضرر يعني المواطن الساكن هناك أو المارر من هناك أو حتى المواطن اللي عم يبيع كمان، البائع هو مواطن والمشتكي هو مواطن. طبعا من بداية العام بناء على توجيهات السيد المحافظ متابعة السيد رئيس المجلس بشكل يومي زدنا الرقابة الصحية، فنحن خلال شهر الأول والثاني ضبطنا 15 موضوع صحي بين مواد فاسدة ومواد غير صالحة للسلاك البشري وحشرات جوا الحلويات أو جوا معامل الألبان والأجبان وشي على محطوط على الأرصفة. يعني الموضوع من بداية العام لليوم مختلف، في اهتمام كتير وإن شاء الله الأيام الجاية رح يكون أفضل، ونحن بنتمنى أي شكوى من أي مواطن أنا على رقم التليفون عندي 25-74-855 هاي مباشر مكتب مدير الشؤون الصحية. طيب. نحن عم نعالج أي شكوى عم تجي وعم تلقى شكاوي كتير عن طريق مركز خدمة المواطن كمان عم نعالجها فورا بالإضافة للدوريات اليومية اللي عم يقوموا فيها المراقبين. لكن فينا نعتبر شكوى هلا الحكي اللي حكوه الناس على هاي الأسواق تعالج فورا تنسيق مع الأملاك العامة. هلا أستاذ خصي يعني الصورة وضحت أنه في بسطات موجودة، هاي البسطات في منها مرخص يا ترى؟ لا. عدد كبير من البسطات موجودة بالشوارع اللي هدول بين كر وفر، نحن بنطلع بنصادرهم اليوم بيجوا مرة ثانية بكرة بس يروحوا الدوريات مع اني حاطط مراقبين هنيك. بس المراقبين راحوا على بيوتهم بيجوا بده يحطوا، الناس بتعرف انت بتعرف الوضع الاقتصادي عند الناس يعني اكيد كلنا بنقدر الوضع يعني مهما حاولت مهما مع هلا صادر لهم اليوم ما لهم دواء الا بكرة يحطوه وبده يبيعوا بدهم يعيشوا، فانا علي طبق القانون وصادر وبس بقى انا اتدخل فيهم وبحياتهم ما قادر، هن كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم عم يجوا. هلا نحن لارزاقهم نحن مع ارزاق كل مواطن، يعني ممكن البلديه تعمل سوق شعبي لهالبسطات لهالاماكن. السيد المحافظ تجمعهم حتى ما نقطع برزقه اي مواطن، البائع هو مواطن مثل المواطن المحافظ باشر بهذا المنطقه او المنطقه. تمام. لكن هو لما بيكون في ازعاج للماره اللي عم يمروا من هاي الاسواق او للمواطنين اللي ساكنين، يعني حكوا لنا بعض الناس اللي تواصلوا معنا باتصالات او برسائل او اللي قابلوا فريقنا الميداني المراسلين اللي طلعوا على الارض مع المصورين، تحدثوا انه طيب عم يسكروا الطريق ما فينا عم نمشي، النظافه عم تصير معدومه، بيتركوا الاغراض والاوساخ والمخلفات للبيع اللي عم يبيعوا اذا كان خضره وفواكه او غيره. موضوع النظافه انا هو باختصاص صحي مديرية نظافة انه هن اللي يعملوا، لا السبب هو هاي البسطات اللي عم تخلي حضرتك انه غير لك رح نعالجه وما رح تشوف شيء ان شاء الله نهائيا، يعني انا كل يوم عم نصادر كل يوم عندي دورية بس الناس مجرد ما خلصت وراحت الدورية بيتصلوا مع بعضهم بيقول راحت الدورية من سوق الريجي بيرجعوا، هذا الموضوع خلص انا بعالجه بالطريقه. ممكن يكون مثلا كل ساعه انتم ادرى بيعملكم، ممكن يكون كل ساعه يعني في مراقب عم يمر من المنطقه يتاكد انه رجعوا هالبسطات. رح افرز 4 مراقبين على الريجي من بكره ان شاء الله، من اول الدوريات بعد الدوام دوريات بعد الدوام بحيث انه ما يروحوا ابدا،
نحن ما بنروح تنتين ونص ثلاثة وبيجوا هن، انا ما بعرف امتى وقت التاريخ التصوير، بس هلا راح اعمل لك انا كمان حتى ليلي. تمام. بس لما لا لا اهم شيء هذا مشروع هي اكثر شكاوي وصلت شارع البرنامج راس الحمدان، شارع سوق الريجي المتداول شعبيا، الشارع الموازي لمجمع افاميا، وقرب حديقه ابي كل الخضار هذا، كل المرافق هذا كله خضار، لا الارصفه حول الحديقه، يعني الشكاوى كانت عم تحكي عن الارصفه حول الحديقه، انه بيتمنوا انه يكون في تشدد بحيث لا ينضر البائع، يكون في له سوق ثاني ولا يضر المواطن، بجوز عن طريق البلديه امان سوق شعبي. والسيد المحافظ قام هلا بتخصيص ان شاء الله الكراج البولمانات تحت وتجهيزه ليصير سوق خضره ورا البولمانات، كان للسوريه للتجزئه، هلا صار لنا ان شاء الله من بتوقع أهله بعيد عن المواطن، بعيد عن المواطن وان شاء الله بيفتح سوق اقرب منه، بس هلا مؤقتا كثير كويس هذا ان شاء الله ان شاء الله. استاذ كنان، موضوع اللباس، اللباس وخاصه للناس اللي بيشتغلوا بالاغذيه، شو هي الالبسه المطلوبه؟ يعني لاحظنا ببعض المحلات في بعض العاملين انه ما كثير في تقيد بموضوع اللباس، الغذاء كثير مهم، انه موضوع لباس لازم يكون ماريول ابيض او لباس موحد بيختاره صاحب المحل يطبق عليه على كل العمال اللي عنده. نعم. بالاضافه للقفازات للي عم يشتغل بالمواد الغذائيه مباشره. نعم. فقط الكمامه مشان الاجراءات الوقائيه للحمايه من فيروس كورونا. هاي طيب. المواقف معنا اتصال من سيد خالد، تفضل. الو، يعطيك العافيه. الله يعافيك استاذ مازن الغالي، كيفك شو اخبارك؟ اهلا وسهلا، تفضل، احنا بالبرنامج معنا ضيوفنا. انا بحب بس انوه على البطاقات الاسميه، انه في التزام تقريبا 80%، بس في عالم السماعه بتلتزم، يعني هي بس هي نقطه حلوه بس لازم تتطبق بتصير اجمل. وبتشكر الاستاذ مهندس استاذ كنان والاستاذ قصي، فعلا انه في تغيير على الارض، يعني كثير الوضع صاير احسن من قبل بكثير. حبيت اتشكرك استاذ مازن، برنامج الجميل عم يقدم خدمه للمواطنين وخاصه المواطنين في محافظه اللاذقيه، هذا واجبنا. شكرا لك استاذ، شكرا. اهلا وسهلا فيك استاذ كنان. يعني المواطن عم يطرح انه موضوع البطاقات الاسميه هي خطوه ممتازه من مجلس مدينه اللاذقيه، انه يكون كل مراقب بيطلع عم يحمل بطاقه اسميه، ما حدا يدعي انه هو مراقب او مراقب بالاشغالات يعمل حاله بالصحه او العكس. طيب الموظفين اللي ما عم يلتزموا بلبس البطاقة الاسمية، كيف يتم التعامل مع هاي الحالة حتى ما تصير؟ مراقبين مديرية المهن والشؤون الصحية تم تأمين لباس موحد، هو لون كحلي ومكتوب عليه على الظهر مجلس مدينة اللاذقية مديرية المهن والشؤون الصحية، بادرة جميلة، بالإضافة لبطاقة تعريفية بتنوضع على الصدر باسم المراقب مختومة بتوقيع مدير الشؤون الصحية ورئيس مجلس. وفي حال عدم الالتزام، بالإضافة لمهمة يومية، في حال عدم الالتزام نحن حطينا على المكتب الصحفي. نعم. خبر على صفحة المكتب الصحفي. صف المكتب الصحفي لمحافظة اللاذقية، أنه أي شكوى أي مراقب بيدخل على محل دون تقيد باللباس مع البطاقة، حطيت رقم هاتفي اللي ذكرته من شوي، يتواصلوا معي ونحن نطبق عليه العقوبات مباشرة، ممكن أعفي من الرقابة الصحية بشكل كامل إذا بتجي هاي الظاهرة. نحن عملناها لوجود حالات ياخذوا صفه المراقب الصحي من بعض الناس القديمين ممكن كانوا بالصحه وانتقلوا، او بعض الدوائر مثل ما تفضلت وحكيت، فحبينا نحن يكون مراقبنا مميز باللباس مع البطاقه مع المهمه، لا بحال وجود اي شكوى بين شؤون صحيه ولا لا. في حال اذا اي صاحب اي فعاليه، محل تجاري او غيره، اجى لعنده موظف ما عنده البطاقه الاسميه والمهمه، بيقدر ما يتعاون معه. تماما، فينا نوجه لهم الرسائل لاصحاب المحلات وبامكانهم يرسلوا لكم مع بطاقه تعريفيه مع اللباس، اللي ما بيكون متقيد فيهم فينا يقول له بعتذر وما يخليه يدخل على المحل يقوم بمهامه، يتواصل معنا ونحن راح نطبق عليه الاجراءات فورا. جميل. بالنسبه لدائره مراقبه الاملاك العامه نفس الحاله، انه صار في لباس موحد السماج عم نجهزه يوم، يعني ان شاء الله خلال الاسبوع الجاي، لون زيتي وأورانج، ونفس الشيء مكتوب وبطاقة اسمية، ايه من وراء دائرة مراقبة الأملاك العامة وبطاقة اسمية هون، ومع مهمة، مع مهمة طبعا، هي حاليا المهمة هي موجودة، مهمة شهرية
يعني موجودة. متوقع الأسبوع القادم أو بعده إن شاء الله. ظاهرة حضارية وجميلة طبعا إنه طبعا تتوفر هاي القصص. هلأ لاحظنا بالفيديو وسألونا عن الموضوع الأسماك وجودها على بسطات أمام المحلات، يفترض يكون موجود شروط صحية معينة أو ثلج أو غيره ومتابعتها من قبلكم؟ تماما. هلا السمك لازم يكون كله محطوط عليه ثلج ويكون في برادات مشان اذا بده يضل من يوم لثاني يوم. هي اتفقنا مع مركز السروي السمكي باللاذقيه مديريه التجاره الداخليه نعمل حمله مشتركه عليها، وبده يكون معنا دائره الاملاك العامه مشان محطوطه على الارصفه. الان نزلنا على ساحه السمك الاسبوع الماضي فشفنا مخالفات كثيره، سمك محطوط على الارض لما عم ينباع بالمزاد. وجهنا انذار لجميع المحلات داخل ساحة السمك، واتفقنا مع مركز السروي السمكي باللاذقية مديرية التجارة الداخلية نعمل حملة مشتركة على كل المدينة، على كل المدينة. حتى خلالنا بشارع أنطاكيا وبسوق الريجي كمان في حالات لمحلات فيها سمك. طب بالنسبة للأغذية كيف يصير التحليل إذا بدك تتأكد أنه هاي المادة اللي عم تنباع، لنفترض سمنة غير السمنة الموجودة على رصيف موجودة ضمن محل، هل هي صالحة أو غير صالحة إذا كانت مفتوحة؟ هلا في شيء بيبين بالعين المجرد، ممكن بالرائحة ممكن بالقوام لأي مادة يبين إذا صالح للاستهلاك البشري أو غير صالح، وعند الشك بأي مادة تم الاستعانة مديرية التجارة الداخلية أخذ عينات تحليلهم ضمن مخبرهم، كونه مجلس المدينة ما عنده مخبر حاليا لتحليل المواد الغذائية، وبتم الإجراء مشترك من تشميع أو إتلاف أو إحالة على القضاء بيننا وبين مديرية التجارة الداخلية. والمواد الظاهرة يعني مبينة انه هي فاسدة او غير صالحة للاستهلاك تم تلافها مباشرة، تم تنظيم الضبط واغلاق المحل او مصادرته. طيب تحدث احد المواطنين عن استخدام الهرمونات يعني لحتى تكون حجم الخضار والفواكه اكبر، هذا الموضوع هو ضمن نطاقكم ام ضمن نطاق مديرية التجارة لتأكد انه هي الخضار والفواكه انه ما فيها اي مواد مسرطنه او غيره او مؤثره على الصحه العامه؟ البيع ما راح يكون في هاي الحاله استاذ، اذا في هيك شيء ممكن يكون بالارض المزروع فيها هاي المواد، فما بيبين الا بالتحاليل. التجاره بتعملوا تحاليل، تاخذوا عينات حتى من الخضار والفواكه؟ التموين مديريه التموين حصرا الحمايه المستهلك حصرا. طيب استاذ قصي، طبعا في حالات تحدثنا عنها فيما يتعلق بالبسطات او الاكشاك، في حالات ثانيه تتعلق بالإشغالات الخاصة بالمحلات التجارية، المطاعم، المقاهي، المكتبات، كل أنواع العمل في الأسواق التجارية. في منهم شاغلين الرصيف، لنوضح للمواطن شو المساحة أول شيء هي المسموح إشغال الرصيف فيها إذا كانت مرخصة. إذا محل تجارية 40% من عرض الرصيف إذا الرصيف بيسمح. الحد الأدنى للرصيف شو لازم يكون؟ نحن بنفرض انه مترين. مترين حد ادنى مترين. وبيدفع رسوم وبيقدم طلب ترخيص وتاخذ رخصه قدام المحل، رخصه سنويه او رخصه موسميه بالنسبه للمقاهي. بتعرف انت المقاهي بيشغلوا بس بالصيف. تماما. بيجوا بيشغلوا، بنحدد لهم نحن. هلا القانون المالي الجديد صار من 1000 لـ3 على المتر، فنحن من نظر من 1000 لـ3 على المتر الواحد حسب المناطق للمطاعم والمقاهي واي محل تجاري. المحال التجاري ما عدا المواد الغذائيه ممنوعه تترخص. شو هو المواد الغذائيه ممنوع تترخص على الارصفه؟ لا، المواد الغذائيه لا، نحن عم نحكي انه المحلات اللي لا مثلا اذا كان مطعم يعني بده مطعم بيحله الاشغال يرخص مثلا ليبيع حلويات او معجنات او اي شيء ممنوع. تمام. تعرض لانه للشمس والغدرة اذا بين ال 2003 حسب للمتر الواحد. ايه للمقاهي والمطاعم حسب شو مطلوب من صاحب المحل رخصه؟ بس تقديم رخصه مع براءه ذمه من البلديه مع صوره عن المحل اذا مستثمر او بيان قيد عقاري، يا عقد استثمار يا بيان قيد عقاري اللي بده يرخص قدامه، وصوره عن هويته بس. بيجي نحن بنطلع بنحدد له المساحة وبنبعث على التحقق، بيدفع الإيصال وبياخذ الرخصة فورا. طيب فيما يتعلق بالمولدات، أيضا المولدات منتشرة طبعا، هي حاجة للطاقة لحتى ما يحكي أي مشاهد أو أي متابع على إذاعة أمواج أو قناة أوغاريت أنه نحن عم نحارب المولدات. المولدة شو الشروط اللي لازم تتوفر فيها لحتى تترخص وتنوجد على الرصيف؟ أولا تكون بلا صوت، كاتمة سوبر كاتمة
سوبر سايلنت وريحه ما يكون بالطبع ما تخلى نثر الامر لعلى السطح. هي كلهم لهم مداخن بس هن تكون ما لها رائحه. اذا في حال لها بس دخنه والدخنه بتطلع بنطلع على السطح او على المجروح. في حال المخالفه المواطن شو بيعمل اذا كان ساكن بالمنطقه ومتضرر من مولده؟ بس بيجي لعنا بيقدم طلب شكوى ونحن بنطلع. بتهددوا صاحب المحل بالازاله او بتنطقوا مو تهديد ينذر بالازاله؟ نحن ما عم نرخص الا اذا مطابقه بالترخيص. تمام. فنحن هلا داخلين بعام 2022 فاللي مرخصين لهم نحن فهن مطابقين كلياتهم. تمام. اما غير مطابقه يعني غير مرخصه هسه ما اجى قدم على ترخيص ونحن انذرناهم كلهم. تمام. فلما بيجي انسان بده يشتكي عليها فهي هلا صارت غير مطابقه وغير مرخصه. تمام. فنحن فورا بنعمل له انذار بالازاله خلال 24 ساعه او 48 ساعه هو عليه يتخذ الاجراءات. طيب. اولا يقدم بطلب ترخيص، ثانيا انه يطابقها بالمواصفات الفنيه المطلوبه. موضوع المولدات استاذ بينقسم لشقين، شق على الملك العام وشق على ضمن الوجائب المشتركه او ضمن الاملاك الخاصه. بيتعلق عندكم تمام. في حال انزعاج السكان باي منطقه من هذا بقدموا هون شكوى حصرا بدها تكون عن طريق مركز خدمه المواطن كونه مديريه شؤون صحيه متصله على الشبكه مع مركز الخدمه. طيب. كل معاملاتنا عن طريق مركز الخدمه بتتقدم سواء تراخيص او شكاوى. نعم. فبقدم الشكوى بنطلع مراقبين اذا في صوت اذا في ضرر يعني ضجيج او رواء دخان نطلب كاتم صوت مع مدخن. في حال عدم التقيد هون بيتم ازاله حتى المنزل. لو كانت على شرفه منزل على شرفه منزل وازعج جيرانه بيتم احالته على القضاء كونه املاك خاصه. اذا كانت وجائب مشتركه في على الماده 63 من قانون الاداره المحليه 107 بيقول انه اذا في ضرر صحي نتيجة بالأملاك الخاصة أو العامة بيأثر على باقي السكان يتم إحالة الكتاب إلى المكتب التنفيذي. المكتب التنفيذي بيحدد الجهة اللي بدها تقوم بإزالة المولدة طبعا بعد إنذاره واتخاذ الإجراءات بيتم إزالتها مع قسم شرطة مجلس المدينة وتنظيم الضبط المناسب. جميل. بتوقع عملكم كمديرية شؤون صحية ومهن هي ما فقط الرقابة على الأغذية والمولدات، أيضا إذا ضمن البناء كان في ضرر يعني من احد الجيران لنفترض ضرر صحي انه خزان مي عم يسرب مي او من طابق لطابق في تسريب مياه، هي مسؤوليتكم ايضا. شؤون صحية، شؤون صحية استاذ بتتضمن مواضيع شكاوي الضرر الصحي اللي تفضلت وحكيت عنها، شكاوي المولدات، مواضيع المحلات المرخصة اداريا او غير مرخصة اداريا، منح التراخيص الاداري بيتم عن طريق كمان مديرية شؤون صحية بين مركز خدمة المواطن ودائرة متابعة التراخيص التابعة لمديرية شؤون صحية، بالإضافة للمسبح الفني أو المسلخ البلدي اللي بيتم فيه أيضا من مسؤولياتكم كله تابع لمديرية المهن والشؤون الصحية. عمل كبير، جهد كبير يعني يفترض بمديرية شؤون صحية. تمام. الله يعطيكم العافية. الله يعطيك. أيضا من بين المواضيع اللي بتترخص هي مواقف السيارات أو في المولدات تحدثنا عنها، إشغال الرصيف في بعض المحلات ممكن يعمل شمسية أمام بالزبط. محله أو يحط لها نايلون، هي شو شروط تنفيذها أو ترخيصها وكيف رسومها بتكون؟ مثل رسوم أي إشغال، لما بيغلقها فهو منع المارة من استخدام هذا الرصيف فهو تابع للمحل. بس مسموح هذا الموضوع لأي محل تجاري إذا كان الرصيف يسمح؟ إذا الرصيف يسمح والمحل بده يشغله بال 40 سنتي اللي قلت لك، بال 40% اللي قلت لك عليها. نعم. إذا شمسية لا. شمسية لا. صار في لجان مختصة للموضوع وقرار مكتب تنفيذ. هي بأي جهة بالبلدية؟ مظلات. ترخيص المظلات. مديرية شؤون فنية. مديرية شؤون فنية هي المختصة. بس نحن إذا كان عنده مظلة ومرخصة وبده يعمل لها النايلون اللي عم تقول عليه على الملك العام، فنحن بدنا نقص له المساحة. نبعث له اياها. اذا الشمسيه موجوده بصير النايلون فقط على طريقه. اذا المظله مرخصه. نعم. اذا مرخصه. نعم. وبالنسبه يعني بيتوافق عليها، هي ما فيها مشكله، فقط الملك عام مثل فقط بيدفع رسوم انه هالمساحه اللي اشغلها بهذا النايلون. يعني اذا هو النايلون غير صافي اذا كان مرخص امام محله، اذا كان مرخص امام محله وحط نايلون ما في مشكله. طبعا اغلاق غير ثابت هذا وبيتوافق للكل. بالنسبه لمواقف السيارات ايضا اذا كان الرصيف المجاور لمحل او مطعم او مقهى او معهد او اي مهنه من المهن، اذا كان متاح انتم بترخصوا الرصيف. نحن بنحدد له المساحه قرب الرصيف وفي ومن حوله لمديريه الخدمات والصيانه دائره السير، في لجنه مختصه. نعم. بتدرس الوضع، بتدرس عرض الرصيف، بتدرس اعاقه الماره، بتدرس كل هالاوضاع، بس وافقت ترجع عنا نحن لنثبت المحل
ونطلع نثبت له المحل اللي اجى وبيطلع بيدفع الايصال والرسوم بياخذ رخصه نظاميه ضمن الطريق ما ضمن ضمن الطريق رخصه موقف تمام رخصه موقف عزفت. طيب في حاله طب قبل ما نرجع لعند الاستاذ كينان وتحدثوا عنا بعض بعض اللي عملوا معهم لقاءات يعني سيارات عم توقف على الرصيف إلى دور دائرة مراقبة الأملاك العامة بالرقابة على هدون أو تحويلون على فرع المرور إنه عمين نعمله نحن إذا وردنا هيك شيء عن نتيجة شكوى أو قدرنا نلاحظ هيك شيء خلال الجولات نحن عم ناخذ رقم السيارة ونبعتها عن طريق المحافظة لقيادة شرطة المرور لحجزها أصول تمام فورا تمام. طيب في ترخيص للمحلات كل التراخيص أستاذ كينان بتكون عن طريقكم في حال تجاوز شروط الترخيص أو انتهاء الترخيص وعدم تجديده شو هي الإجراءات اللي بتتخذوها مع أصحاب المهن المتنوعة تجاوز على الترخيص في حال وجود تجاوز على الترخيص يتم توجيه إنذار مع غرامة مالية للتقيد بشروط الترخيص يعني في حال كان متجاوز على المساحة مغير المهنة اللي مرخصة أو أي مخالفة تاني الكشف الثاني في حال تقيد يطوى الإنذار بيكون سدد الغرامة المالية في حال عدم التقيد يتم إغلاق المحل بين 10 أيام و 15 يوم حسب الحالة بالنسبة للتراخيص السنوية الترخيص دائم هو ما بده تجديد إلا في حال مناطق المخالفات هي بتنعطى تراخيص سنوية بدي يجددها كل سنة هي شرط يكون مثبت قدم المخالفة قبل المرسوم 40 لعام 2012 نعم. مجرد أثبت قدم المخالفة أنه محل تجاري قبل 2012 يتم منحه ترخيص إداري مؤقت سنوي طيب. بتسديد الرسوم يتم تجديد سنوي أما باقي الرخص هي رخص دائمة ما بحاجة تجديد طيب. في عنا استطلاع ثاني للزميل رأفت كحيلي متابع مشاهدين ومتابعين على إذاعة أمواج وقناة أوغريت ورجع الأسواق متابعة صحية من قبل البلدية؟ لا في تقصير في تقصير بصراحة في تقصير هاي أنا حتى بالنسبة للأسعار بالنسبة للصلاحيات هاي طبعا لا والله ما في ولا ما واثقة مبارح اشتريت زيت أبدا أبدا ما كويس حتى ريحته بالقلي بالمرة أكيد ما أنا سليمة صحية يعني لا مغطى ولا ما أعرف مصدرها من وين وعم يبيعوهك وبأسعار ما معرف شو أكيد وين الرقابة الصحية بجوز بتجي الدورية يكونوا شموا الخيط وهربوا بس راح الدورية بيرجعوا محله هو متابعة الأمر يعني ما بس مر مرة وخلاص لا لازم يكون في متابعة مستمرة يعني بكثافة بعدين بيصير كل واحد بيعرف إنه ما بقى في إمكانية للبقاء في هالمكان هذا بيروح بيلجأ لمكان تاني يعني بيصير في استقرار بيصير في نوع هلا انا ما بقدر اقول لك اني اذا متاكده 100% بس كونه هلا نحن بهالوضع اللي نحن فيه وبقى بدنا ندور نحن على شغلات البسيطه شيء اني ما تكلفنا هالثمن اللي كثير الغالي وبنفس الشغل نفس الوقت في شغلات ما بنقدر نختصرها يعني نختصر بعض الامور الترفيهيه بس مثلا مثل بقدونس خضره هالامور هيدي مضطرين يعني سوق شعبي نحن متعودين دائما نجي على السوق الشعبي هون يعني الموظف الدخل محدود ما بده يتردد على السوق الشعبي اجباري يعني منلاقي أرخص منه يعني إذا فرقت معنا 200-300 ليرة إجباري عندنا من نجينا لو ما كانت سليمة صحياً هاي الأغذية هلا نحن بدنا ندور على المواد السليمة والله ما بنعرف إذا جبناها من المحل من جوا أو من برا ما بنعرف إذا كانت سليمة هون أو إذا سليمة هنيك والله يعني بآن واحد سليمة مو سليمة سليمة من الجهة إنها موجودة بس مو سليمة لأن هي غالية كتير والحمد لله التجار عم يتحكموا بالعالم وعلى قفا من يشيل خذوا شيلوا حي الله تاريخها منتهي وتاريخها منتهي قديمه جديده ما حدا سائل ما بتوقع في رقابه والله انا عم شوف التمر احيانا خصوصي عند جامع عمر بن الخطاب شوف صاحب التمر كثير مكشوف هذا غلط نحن بندرسه لطلابنا ان ما تاكل ما تتناول الاطعمه المكشوفه كيف هلا بزمن يعني في فلت يعني تمويني كنا التموين كان يتابع هالموضوع هذا في ناس تعتمد على امور تكون معقمه مثلا مثل البان مباقر فيديو تجي مختومه في بالسوق ما لها مختومه فالمواطن حر باختياره
انا عندي مذبح بنزل مذبح من المسلخ تبع الدوله البلديه تحت اشراف الدكتور اياد حيدر زلم الصحه. يعني بنزل بذبح الصباح بس المعيش بكل يوم طلع لهون، كل يوم تقريبا دوري الصحه او يوم اي يوم لا. والله الحمد لله الامور تمام، كلها تمام الحمد لله. عم نحضر مشان شهر رمضان خير ان شاء الله علينا وعليكم. من الكفوف وهالامور هيدي بالنسبه للنظافه والتعقيم بمروا كل فتره بتلاقي بمروا تعين الصحه يوميا شطف كمامات. بس انا انه ما حاطط تعرف يعني انه بتعرف الا العالم شوي ضايجه مثل ما بيقولوا وعلى الله وعلى الله. بالنسبة للصحة يوميا دوريات بتمر لعنا. إنان يعني موضوع الرقابة على الأغذية، يعني المواطن يعني ممكن ما عم يشوف حملاتكم بشكل مباشر أو ما عم تنتشر بالشكل المطلوب بوسائل الإعلام، هون المواطن ما عنده ثقة. يعني أغلب اللي استطلعناهم هو برأيه أنه ما في رقابة صحية وما في دوريات. شو بترد حضرتك؟ رقابة صحية موجودة وبشكل دوري على جميع المحلات ضمن المدينة، بس المواطن ممكن ما يلتقى بالدورية الموجودة. يعني أنت بتعرفين يعني عدد ضخم من المحلات وعدد المراقبين يعني بده يكون محدود كل الأحوال، فهو ممكن ما يلتقى فيهم. بس بشكل عام الرقابة الصحية موجودة والضبوط اللي عم ننظمها هي ضبوط كبيرة عمليا. يعني شو عددها تقريبا من أول الشهرين؟ خلال شهرين 17 ضبط موضوع صحي حصرا وحوالي 97 ضبط مخالفة. يعني هون ال 17 ضبط هو إغلاق، 97 ضبط مخالفة يعني 114 تقريبا. يعني 114 خلال شهرين هو رقم جيد يعتبر. وحملاتنا مستمرة بشكل يومي، والمواد الموجودة بالأسواق التعاون بيننا وممكن مديرية التجارة الداخلية وحماية المسال كمان ضبوط عم تعمل. فوقت ما عم يصير حالات بالتسمم أو حالات، فالمواد تعتبر جيدة. كان في عندكم ضبط لأغذية فاسدة بأعداد كبيرة بجودة سيئة جدا؟ عملنا ضبطين لأغذية فاسدة. أحد المحلات هو مطبخ بيقدم مأكولات للمنازل، يعني كان عنده حوالي 3 كيلو لحمة فاسدة، والمحل الثاني كان عنده خضار معفنة بالإضافة لدبس فليفلي ودبس بندورة كله فاسد كان. بس بشكل عام المواد الغير صالحة للاستهلاك البشري يعني عم تكون قليلة اللي عم تتم ضبطها، فبتوقع الأمور الصحية جيدة. شو توجه رسالة لأي مواطن يعني عنده شك وقلة ثقة بموضوع الرقابة؟ قلنا أي مواطن بيشوف أي مشكلة صحية أو أي موضوع صحي أو أي مخالفة صحية أو مادة غير صالحة للاستهلاك يمكنه الاتصال، يمكنه تقديم شكوى مباشرة أو الاتصال على الرقم اللي حطيناه 24-74-855. دوريات مباشرة بتعالج هاي المشكلة، بتم اتخاذ الإجراءات وفق القوانين. جميل جدا. أستاذ خصي، حاليا في تحضيرات لشهر رمضان، حسب ما بنعرف أنه في تراخيص مؤقتة تعطى للباعة الجوالين ولبعض البسطات للعمل كونه في عادات تراثية وفي طقوس رمضانية بنحافظ عليها بكل أنحاء سوريا. كيف يتم الترخيص لهي البسطات إذا كانت خاصة بمحلات أو في بحالة تانية واحد ما عنده محل بده يرخص لبسطة أو عربية أو ضمن سيارة؟ كيف مثل ما قلت لك بيقدم طلب عنا بيرفق معه هو إذا بده بس ملك عام يعني ما تابع لمحل، براءة ذمة عن نفسه وصورة عن هويته وطلب كام متر، نطلع نحن بنحدد له الموقع وبنشرح له اياه وبروح بيدفع رسومه يمكن المتر بين 400 ل 800 ليره حسب الموقع. نعم. وبحيث لا تعيق المارة باليوم اي باليوم. نعم. حيث لا تعيق المارة ولا تعمل اي مشكله مع الجوار او تكون قدام محل، يعني هيدي المشكله اللي عم بحكي عليها. وبياخذ ترخيص الرخصه المؤقته لمده شهر، بعد رمضان بيشيلوه. نحن مهمتنا نتابع هالمساحة اللي هو مرخصة ونظافة المحل اللي هو عم يشتغل فيه ونظافة البسطة إذا كان بسطة. نتابع المواد الغذائية بالتعاون مع وبالنسبة لكم كشؤون صحية كمان بنتابع المواد الغذائية المضمونة صلاحيتها نوعها مكشوفة غير مكشوفة. تمام. عندك كل لجنة مشتركة كل شهر رمضان إن شاء الله بيننا وبين دائرة مراقبة الأملاك العامة. هذا بالنسبة للبسطات. في حال كان محل بده يرخص خدامه مثل البسطة بتعرف بطقوس شهر رمضان، نفس الموضوع بس بيجيب معه
عقد استثمار او عقد المحل، بس انه يثبت انه هذا المحل له المقدم الطلب لحتى نرخص له، بس هيك ما في مشكله بهذا. صحيح. في اجانا السؤال بيتعلق بمعامل الاغذيه او الحلويات او البسكويت او اي نوع من انواع الاغذيه بالمناطق الصناعيه، كيف يتم يعني شو دور البلديه؟ يعني هل هو دور كون كمديريه شؤون صحيه ومهن، اما في جهات ثانيه هي لها علاقه؟ وفي ناس عندها شكوك يعني ببعض المعامل حتى ما نشمل كلنا. المنطقه الصناعيه فيها مركز خدمات اسمه مركز خدمات المنطقه الصناعيه، عنده شعبه رقابه صحيه، هو بيمارس رقابه صحيه على المحلات، وفي لجنه مشتركه عملناها من فتره كمان مندوبين من مركز خدمات المنطقة الصناعية مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كمان بيتابعوا المواضيع الصحية، ومركز الخدمات متابع بشكل دائم لموضوع المنطقة الصناعية والمواد الغذائية، وعمل حملات نسقنا مع بعض، بس يعني كون احنا مديرية الشؤون الصحية عندنا خبرة أكثر، فممكن ابعث له مراقبين من عندي لعنده لمتابعة هاي الظاهرة كمان. ايضا سؤال وردنا استاذ قصي، في حال يعني مو صاحب فعاليه تجاريه، شخص ساكن ببناء حب انه يرخص مولده على الرصيف على الملك العام، هل هذا متاح؟ والله عم نرخص له، ما في مشكله، عم نرخص له يعني مثله مثل التاجر، ما في اي اشكاليه بهذا الموضوع. نحن بالنسبه لنا عندنا اشغال على الملك العام وعم يدفعه. تمام. فلما بيكون قدام المبنى له ما في أي شك ولا من أصحاب المحلات ولا من أصحاب البناء، عم نوافق له نحن. في حال كانت لنفترض في فسحة أو في جنينة للبناية أو كذا ما كان على الرصيف، هو ما مجال صارت أملاك مشترك، أملاك ما بده ترخيص، ما بده ترخيص، أي شيء ملك خاص أو ملك مشترك لسكان البناء ما بده ترخيص، شرط ما يعترضه، شرط ما يعترضه، ويكون كاتم صوت ومدخني شروط، بس الشروط الفنية المطلوبة. تمام. وردنا أيضا سؤال بيتحدث عن أنفاق المشاة وخاصة اللي بين دوار الزراعة ودوار هارون، انه ما بيتم العنايه فيه، ما بعرف اذا كان اختصاص دائره من دواء، اختصاص مديريه النظافه كنظافه ومديريه الخدمات والصيانه في مديريه ودائره الاناره، دائره الاناره تابعه لمديريه الخدمات والصيانه، فينا نحكيهم بهذا الموضوع؟ بتوقع في شيء هلا قريب لهم يعني يجهزون بتوقع في شيء. تمام. ايضا وردنا سؤال انه من بعض اصحاب المحلات، في حال شخص هو ما بده يشغل الرصيف بكراسي او شيء من المواد اللي عم يبيعها، حابب يعمل زينة معينة قدام الرصيف اللي فيه عدة محلات، افترض بحرة مي، ورد او اي شيء ثاني، ممنوع طبعا، حتى لو كان بده صار ثابتة هي الى طابع جمالي، ولو ما صارت ثابتة صار ثابتة بتعيق المارة. نحن الاشغال المؤقت في حال اللي ما كان بتعيق المارة انه ما بتتجاوز اكيد برا المحل رح تعيق المارة، بتعيق بتعيق اجباري بتعيق، فهي لازم يسدد رسمة حتى لو كان عاملها ممنوعة، ممنوعة بكل الأحوال طبعا. تمام. فيه يعني مواضيع مختلفة يعني بتحكي عنها الناس بشكل دائم، منها موضوع رسوم التراخيص للمهن المختلفة، هذا البند شعبة التراخيص عندكم ما تحدثنا عليه كثير، شو ممكن توضح عن موضوع التراخيص المتنوعة؟ شو اشتراطاتها؟ شو رسومها؟ كيف ممكن الواحد يرخص لأي مجال عمل؟ هلا التراخيص تنقسم لصنف أول صنف ثاني، عبارة عن معامل كبيرة بتكون هاي حصرة بالمنطقة الصناعية أو خارج المناطق التنظيمية، وعندنا الصنف الثالث اللي بتنعطى ضمن المدن. الصنف الثالث بتتقسم بين رخص مثلا للبيع مثل نوفوتي، أحذية، اجزاضين مثلا، رخص موبايلات، رخص ممكن تكون صناعية بسيطة مثل معجنات، مخبز سياحي، حلويات، ممكن تكون مطاعم، محل حمص فلافل إلى آخره. التراخيص كلها بتتقدم بمركز خدمة المواطن، في أوراق مطلوبة بدك تأمنها، فهي بالأمور المشتركة هي بيان قيد عقاري، عقد أجر إذا كان مستأجر، رخصة البناء، مخطط الإفراز، تسوية تحويل لتجاري إذا ما كان محل تجاري، بيضيفوا عليها للرخص الصناعي اللي هي معجنات أو خبز سياحي، بدنا مخططات نقابة المهندسين، بدنا قرار صناعي من مديرية الصناعة. الرسوم طبعا حاليا رسم تقديم أي رخصة هو 25,000 بناء على القانون المالي الجديد، قبل كان بين 4,000 و6,000، هلا 25,000،
فقط بتقدم بندفع مركز خدمة المواطن. بعد الحصول على الموافقة بتكشف اللجان الفنية والصحية على أي مهنة مطابق صحيا فنيا، بنعطى الموافقة بينطبع القرار بيتصدق من رئيس مركز خدمة المواطن مفوض على رئيس مجلس المدينة، بندفع رسم إيصال مالي بتسمى، هاد بيرجع لمديرية المالية قيمته بين 10,000 و12,000، هاي رسوم أي رخصة كانت. في حال وجود بمناطق المخالفات هون عندنا رسم بيندفع على المتر، هو حاليا تحدد ب 5,000 عن كل متر مربع بالسنة. جميل جدا. سؤالنا الأخير أستاذ قصي، شو بنوع عدد الناس اللي بالنسبة للشيء اللي صورناه ببعض الأسواق، عن هاي الأسواق تحديديا جولة الكاميرا القادمة، يعني بنتمنى أنه بوقت قريب تخبرونا أنه هاي الأسواق صار وضع سليم، تطلع الكاميرا تصور، شو بنوع عدد الناس اللي صارت معهم لقاءات بالنسبة للأيام الجاية بالنسبة لهاي الأسواق وبالنسبة للشكاوي اللي تحدثت خلال الأسبوع القادم؟ رح تشوف شيء مغاير جدا للي شفته تماما. في تقصير أنا رح حاسبهم فورا التقصير، والمراقبين المسؤولين على هالموضوع رح أعفيهم من المراقبة، وأنا بتخذ الإجراءات، رحت مراقبين ليليين حتى لما بيخلص الدوام حتى ما نسمح حتى بهالأمور. تمام. طبعا ثقة الناس بمؤسساتنا أكيد موجودة. تمام. وثقة المواطن بالإعلام أنه يضوي على بعض النقاط، على بعض الخلل المهم، يعني هلأ ممكن بعض القصص ما توصلكم بشكل مباشر، يعني أي مدينة بسوريا هي مدينة واسعة. طبعا. ممكن ما يوصل المراقب لكل مكان، دور الإعلام ودور المواطن يوصل لكم إن شاء الله بمشي. وأكيد أنتوا يعني حتكونوا متجاوبين مع هذا الأمر، وأكيد إن شاء الله بمدى قادم لما نكون بدنا نصور نعمل لقاءات بتكون هالقصص هاي انتهت. أيضا بالنسبة للرقابة الصحية كمان نفس الشيء، نحب نعمل حملة مشتركة بوجود الإعلام جاهزين أستاذ إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. أنا بنهاية هذا اللقاء بدي أشكركم المهندس الأستاذ كينان سعيد مدير الشؤون الصحية والمهن في مجلس مدينة اللاذقية، شكرا لك. أهلا وسهلا. وأشكر أيضا المهندس الأستاذ قصي قعقاع رئيس دائرة مراقبة الأملاك العامة، شكرا جزيلا. وكل الشكر لكم متابعينا على أثير إذاعة أمواج وقناة أوغريت، نحييكم من المركز الإذاعي والتلفزيوني باللاذقية، نلقاكم في حلقة قادمة وملف جديد، إلى اللقاء.